لا شك أن الاستراتيجية الأمريكية هي استراتيجية معقدة، ولا يمكن لأي متابع ولو كان دقيقا أن يقول أن الاستراتيجية الأمريكية هي في الإطار الفلاني. هنالك خطة مئوية وهنالك خطة خمسية للولايات المتحدة، وهذه الخطة ممكن أن تتغير بحسب الظروف والمستجدات. الولايات المتحدة لديها نظرية الراية البديئة المزيفة أو false flag، اللي هي تقود إلى إيجاد عدو مفترض يمكن أن يقوم بشيء ضد المصالح الأمريكية عبر يعني عملاء للولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحقيق غايات كبرى. وقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الاستراتيجية وهذا الأسلوب في هجوم الذي رتب كأنه من قبل اليابانيين وفي عام 1947، ثم بعد ذلك تم ترتيب ضربة هيروشيما، وكذلك نفذت في أكثر من منطقة، وآخرها الهجوم على مركزي التجارة العالم. إذن الاستراتيجية الأمريكية ربما نقول عنها أنها قادرة على فعل أي شيء من أجل المصلحة الأمريكية. اللولب الرئيسي في القضية هو أين تكمن المصلحة الأمريكية.